التاريخية للمستقبل. أجيال من الأمريكيين أصبحت هذه الحديقة مهمة بالنسبة لهم، وهذا يشرفنا طبعا ويشرف الدكتور كينج. نحن مجتمعون في البيت الأبيض لكي نستذكر البطل الأمريكي دكتور مارتن لوثر كينج جونيور. في عام 1929 ولد في أتلانتا في جورجيا وغير مسار التاريخ البشري كشاب. دكتور كينج قرر أن يحذو حذو أبيه وجده لكي يصبح قصيصا وراهبا مسيحيا، وكتب لاحقا وقال: من السهولة بمكان أن نفكر في إله الرحمة، لأنني ترعرعت في أسرة مفعمة بالحب، الحب فيها مركزي، وهذا ما دعا له مارتن لوثر كينج. دعا للحب، الحب حب الآخرين وحب الجيران وحب المواطنين الأمريكيين. إن إيمانه وحبه للبشرية دفعه لكي ينافح عن الحقوق المدنية للأفارقة الأمريكيين. من خلال تضحياته سلط الضوء على محنة الأفارقة، ولا يزال في قلوب الأمريكيين لكي يقروا بالكرامة المطفورة بكل روح بشرية. نحن نحتفي بمارتن لوثر كينج لأنه نافح عن الحقيقة الساطعة التي يؤمن بها الأمريكي بغض النظر عن لون جلدنا ومكان ولادتنا. نحن بشر متساوون في ظل الله. بعد نصف قرن من ذهابه حيث اغتيل برصاصة، مارتن لوثر كينج ليس معنا الآن، ولكن كلماته ورؤيته تتعززان مع مر الأيام. نحن نحتفي بإرثه ونحن نقطع عن أنفسنا وعدا للاحتفاء بالحرية والسلام والعدالة والمساواة. الآن سوف أوقع على هذا الإعلان. 15 يناير 2018 هو مارتن لوثر كينج جونيور عطلة اتحادية، وأريد من الأمريكيين جميعا أن يقوموا بعمل مجتمعي تبجيلا لحياة الرجل الاستثنائية. بالفعل كانت استثنائية، وإرثه وإنجازاته المميزة. شكرا جزيلا، بارك الله فيكم وبارك الله في أمريكا. وبهذا أريد أن أطلب من صديقي الوزير كارسون لكي يدلي بدلوه، ومن ثم سوف نوقع على هذا الإعلان المهم جدا. شكرا جزيلا بن. شكرا فخامة الرئيس، يطيب لي وجودي معكم للاحتفاء بهذه المناسبة الموقرة، وأشكرك على توقيع هذا التشريع لتخصيص قبري ومكان ولادتي وكنيستي مارتن لوثر كينج كحديقة وطنية عامة. إن عمله بطبيعة الحال يستأهل تخصيص هذه الممتلكات لتصبح وطنية كمارك فيرنون وأيضا لوك هابن في إلينوي. في أبريل سوف نحتفي بالذكرى 50 لاغتيال دكتور كينج، ونتذكر كما تذكر الآن ذلك اليوم عندما كنت في ديترويت كطالب في الثانوية، بعيدا عن تكميم أفواهه أو تكميم فيه. مارتن لوثر كينج يعيش في قلوبنا الآن. رسالته المرتبطة بالعدالة والكرامة والحرية للبشر تلقى صداها الآن، وهذا ما نحتاجه لكي نرأب الصدع ولكي تندمل الجروح. الآن نبجل إرث الرجل الذي ذهب إلى واشنطن لكي يطالب بالحرية والعدالة، وقد وصلنا إلى ذلك، ووصل الملايين الأمريكيون إلى ذلك من جميع الأعراق ومن جميع الخلفيات. ولكن إرثه أيضا يفضي بنا إلى التفكير في هذه الأفكار، أفكار المساواة والحرية والليبرالية. من أين نستمد قوتها؟ إن جهودنا ليست كافية فقط لتسليط الضوء عليها.
بطبيعة الحال لا يمكن أن يتساوى المرء مع أخيه من ناحية الثروة، ولا يمكن أن يكون المرء أيضا على قدم المساواة مع أخيه من ناحية القوة أو من ناحية النجاح أو السعادة أو الجمال أو الحسن أو أي أمور أخرى مرتبطة بالبشر. ربما البشر كوننا بشر يشي بمرامنا، جميع البشر خلقوا سواسية من قبل الله، من قبل الخالق، ويتمتعون بحقوق غير قابلة للتصرف، الحرية والسعي للسعادة والمساواة. بطبيعة الحال إن إعلان الاستقلال يعزز من كرامتنا جميعا بعيدا عن القوانين وبعيدا عن المؤسسات جميعها. إذا ما غفلنا عن مصدر هذه المساواة الأساسية فإن فشلنا سوف ينتقل إلى مجتمعاتنا. هذه الحقيقة التي كانت ساطعة وعززها دكتور كينغ من سما لمونتجومري، من منبره في أتلانتا إلى لينكولن ونصبه الموجود في أمريكا. طبعا هذه ليست النهاية ولكنها البداية، بداية الحقيقة التي طغت على الكراهية وقضيته التي كانت أكبر من الموت. اللحظة التي أسماها حياة جديدة متجددة مع الله لكي نشر الهوة بين الجميع، لكي يصبحوا متساوون، ليس من خلال الثروة ولكن من خلال ضمائرهم. إذا ما جعلنا هذه الاعتقادات في خضم أعمالنا وأفعالنا، إذا ما نظرنا إلى الأمريكيين الآخرين كإخوة وأخوات يتمتعون بقدر واحد ووجهة واحد، فعوضا عن الكلمات الخالية من المغزى التي نتفوه فيها، سوف نصل بخلاف ذلك إلى أمة واحدة تحت ظل الله، غير منقسمة على نفسها، تتمتع بالحرية والعدالة للجميع. الراهب آيزاك نيوتن، وهو طبعا ابن أخ أو ابن أختي مارتن لوثر كينغ، سوف يتحدث إلينا. الرئيس ترامب، نائب الرئيس بنس، المجتمعون هنا، إذا ما كان عمي أو خالي هنا فإنه سيقول أولا ماذا عساكم فاعلون من أجل الآخرين. ولهذا من أهمية بمكان غريتا سكوت كينغ عادت إلى الكونغرس منذ 10 سنوات وتحدثت عن مغزى هذه العطلة. نحن لا نريد عطلة كينغ أن نتعبد من خلال هذا البطل. أنا طبعا ابن أختي وأعتقد أنه الأمريكي الأعظم الذي أنتجته هذه البلاد، ولكن لا يتعين أن يكون هذا اليوم يوم نبجل فيه البطل أو نعبده. يجب أن يكون يوما للخدمة، ولكي نستطيع في هذا اليوم أن يكون يوم عمل وليس يوم عطلة. هذا ليس يوما لنذهب فيه إلى الحدائق للشواء، ولكنه يوم لكي نقوم بشيء لكي نساعد الآخرين. وهذا يمكن أن يكون ببساطة إزالة القمامة أو توفير ربما صحيفة لمسن لا يستطيع أن يصل إليها. يجب أن تقوموا بشيء يصب في مصلحة الآخرين في هذا اليوم. هذه الطريقة المثلى التي يمكن أن تذكر فيها خالي أو عمي، ولذلك أقول فخامة الرئيس ترامب شكرا جزيلا لك لتخصيص هذا الوقت للإقرار والاعتراف بهذا اليوم. شكرا لاستذكاري أو تذكري أننا جميعا أمريكيين، وفي هذا اليوم يجب أن نكون موحدين في حبنا لجميع الأمريكيين. شكرا فخامة الرئيس، شكرا نائب الرئيس.
important day, Martin Luther King Jr., federal holiday, 2018, by the President of the United States. 15 من يناير 2018 سيعتبر عطلة اتحادية رسمية تخليدا لذكرى مارتن لوثر كينج جونيور. سيد الرئيس هل أنت عنصري؟ فخامة الرئيس هل ستجيب عن البيان الذي أديت به بشأن سكان هايتي؟ سيد الرئيس هل أنت عنصري؟